هل تعلم ما أصل مقولة كل الطرق تؤدي إلى روما؟ فكرة ساعدت على بناء الإمبراطورية الرومانية العظيمة قديما، وهي ربط المدن التي يرغبون في ضمها بروما بطريق معبد لتسهيل التجارة والتعاملات مع تلك المدينة، ومن ثم يقود هذا روما أخيرا للتحكم الكامل بها. وبعد زمن قليل تحققت هذه المقولة بالفعل، فأصبح أي طريق معبد يؤدي إلى روما ويقال إلى نقطة محددة فيها. في عصر الإمبراطورية الرومانية كان معروفا أن روما مثلت الحياة بأكملها، كانت كل طريق في الإمبراطورية الرومانية إما تؤدي مباشرة إلى روما أو مرتبطة بطريق رئيسية تؤدي إليها، من هنا كانت فعلا كل الطرق تؤدي إلى روما. فروما في الماضي كانت أهم عاصمة في العالم مثل واشنطن حاليا، فكل التجارة كانت لروما فيها نصيب، وكل قطعة ذهبية تصرف في العالم كان لتاجر أو لحكومة روما ربح كما يقولون الآن، فإن كل دولار ينفق في البشرية فإن نصف دولار منها من نصيب شركة أو حكومة أمريكية. كما أن كل قرار سياسي في العالم في زمن روما كانت الدول تهتم برأي الإمبراطور في روما كما يهتم العالم الآن برأي الرئيس الأمريكي. انتهى هذا الزمن وكثرت الطرق التي تؤدي إلى كل مكان، لكن بقيت هذه العبارة كمثل في لغات عدة، فيقال بالإنجليزية All roads lead to Rome وبالفرنسية Tous les chemins mènent à Rome، والمقصود بأن الوصول لأي هدف ممكن بطرق كثيرة. هذا هو الأصل في هذه المقولة الشهيرة.